السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخوي جميعاً. محاضرتنا اليوم عن التهاب المفاصل المحرض بالبلورات. عندنا قصة سرية لمريض عمره 32 سنة، عنده تورم بإبهام القدم اليمنى. بلش التورم من الليل، طبعاً لاحظ إنه الكاحل كان أحمر وساخن ومؤلم جداً. طبعاً المريض أحياناً بيشرب الكحول. التهاب مفاصل محرض بالبلورات، يعني في عندنا عدة بلورات ممكن تسبب التهاب مفاصل. بلورات صغيرة جدا تترسب بالمفاصل مثل بلورات أحاديث اليوريا أو أحاديث الصوديوم اللي هي بلورات حمض البول تسبب لنا النقرس. بلورات بيروفوسفات الكالسيوم سي بي بي دي اللي بتسبب لنا النقرس الكاذب. في عندنا بلورات أكسالات كالسيوم نادرا ما تعمل التهاب مفاصل. بلورات فوسفات كالسيوم الأساسية البيزك كالسيوم فوسفات اللي أهمها بلورات هيدروكسي اباتيت الكالسيوم اللي بتسبب التهاب مفاصل. طبعا هاي المفاصل مختلفه عن بعضها بالاشكال، لكن تقريبا المظاهر السريه بتكون متطابقه، يعني لذلك التمييز الاساسي هو عبر بذل السائل المفصلي ورؤيه هاي البلورات واشكالها. نبدا الان مع النقرس الجاوت اللي هو عباره عن مرض استقلابي فيه مشكله بارتباط واستقلاب حمض البول، اما زياده انتاج حمض البول او نقص في اطراحه، فبالتالي بتتراكم بلورات حمض البول بالمفاصل وبالانسجه الرخوه. نسبه الانتشار النقرس نسبه لا يستهان فيها تقريبا 4% من السكان، يعني وهو طبعا اشع يعني امراض التهابات المفاصل. اذا قلنا اشع مرض مفصلي هو تنكس المفاصل اللي هو لا يعد من الامراض الالتهابيه، لكن اشع مرض التهابي هو النقرس في المفاصل وبيجي بعده التهاب مفاصل الرسياني. طبعا اذا حكينا النقرس مختلف عن يعني انتشار النقرس مختلف عن انتشار ارتفاع حمض البول. ارتفاع حمض البول بحد ذاته لا يسبب نقرس، يعني تقريبا انتشار ارتفاع حمض البول قد يصل ل 20% من الحالات، لكن من هي ال 20% فقط 15% بيتحولوا لنقرس. يعني ما هو كل ارتفاع حمض البول هو نقرس، خلينا ناخذها بعين الاعتبار. وحتى الان ما في سبب معروف انه ليش مو كل ارتفاع حمض البول هو بيصير نقرس، لكن لقوا انه في عامل منذر هو شده ارتفاع حمض البول ممكن تكون عامل منذر للتحول للنقرس. مثلا الرقم اكثر من 10 ملي جرام على الديسيلتر يترافق مع احتماليه عاليه 30% تقريبا انه تحصل عنا يعني هجمه حاده خلال 5 سنوات. طبعا النقرس بيصيب الرجال عاده في منتصف العمر 40 ل 50 سنه، نسبه الرجال الى الاناث 19 ل 1، هو من الامراض اللي بتصيب الرجال بشكل رئيسي. وبالنسبه للاناث تزداد يعني نسبه اصابتهم بعد انقطاع سن الطمس، سن الياس او بعد انقطاع الطمس. طبعا عند المرض يعتبر نادر عند الرجال تحت عمر 25 سنه ونادر عند النساء ما قبل انقطاع الطمس. ممكن يترافق النقرس مع امراض استقلابيه اخرى، البعض ممكن يصنفه حتى من الامراض المتلازمه الاستقلابيه مثل مثلا الضغط، الشحوم، السكري، امراض الشرايين الاكليليه. لكن المهم انه هو يعني بيتداخل مع المعالجه بهي الامراض، يعني ادويه النقرس ممكن تداخل مع ادويه الضغط، مع ادويه الشحوم، احيانا بعد ادويه الضغط ترفع الحمض البول، احيانا بتنقصه حتى والى اخره. احيانا في بعض الادويه مضاد استقلاب مثلا بعض الامراض وهكذا يعني. فالمشكله بهي التداخلات مع الامراض المتلازمه الاستقلابيه هي اللي بتخفض البقيه عند مرضى النقرس. يعني مرض النقرس بحد ذاته هو مرض غير قاتل ويمكن السيطره عليه، لكن انخفاض البقيه ناجم عن التداخلات مع الامراض الاخرى. طبعا في ملاحظه انه النقرس نادرا ما يترافق مع الداء الرسياني، لكن كثير من الترافقات ممكن نشوفها عند مرضى التنكسي. النقرس ممكن يكون اضطراب اولي وراثي او مكتسب بسبب اسباب بتؤدي لزياده مستوى حمض البول، رح نناقشها تباعا. الاسباب الوراثيه هي عباره عن عوز في الانزيم المعاكس لتشكيل حمض البول، هذا انزيم اسمه اتش بي ار تي. طبعا هي المتلازمات اللي بتسبب لنا عوز هذا الانزيم هي متلازمات وراثيه مرتبطه بالجنس، عاده بتصيب الرجال. ويعني اذا شفنا نقرس او فرط حمض البول بشكل مبكر بالعشرينات فلازم نشك بالسبب الوراثي،
وأن النقرس نادر قبل سن 25 عند الرجال. فإذا كان العوز بهذا الأنزيم جزئي بنسميه متلازمة كيليس ميجلر، وإذا كان العوز كامل في متلازمة اسمها ليش نيهان اللي فيها يعني تخلف عقلي ورقص وتشنج سباسيزيتي، وعندنا تشويه للذات، المريض بيحب يأذي نفسه. هلا متلازمة فون جيركي اللي هي متلازمات يعني استقلاب الغليكوجين هذول وعدم تحمل الفركتوز، هذول اثنيناتهم متلازمات وراثية بيترافقوا أيضا بارتفاع حمض البول عندهم يعني السبب الأنزيمي العوز الأنزيمي اللي حكيناه لحاله. شو هي العوامل اللي بتسبب ارتفاع حمض البول؟ يعني الأسباب الثانوية لارتفاع حمض البول أو الأسباب الوراثية، في عدة أمراض وفي أدوية أيضا والحمية. من الأمراض اللي بترافق مع ارتفاع حمض البول الصدف، مرض الصدف الجلدي المعروف، متلازمات النقوية التكاثرية، الليمفوما، اللوكيميا، احمرار الدم والأورام النقوي المتعدد، مرض فقر الدم الانحلالي، أمراض الكلية المزمنة بشكل أي سبب كان، أمراض قصور الدرق، فرط نشاط، جارات الدرق أيضا، تسمم رصاص، ممكن كلها تتسبب ارتفاع حمض البول. الأدوية اللي بتسبب لنا يعني ارتفاع حمض البول، هناك يعني عدة أدوية وهي هامة جدا بالممارسة العملية ننتبه لها، يجب إيقافها لما يكون في عندنا مريض نقرس. الهيدروكلورثيازيد مضر السيازيدي المعروف، الفورزمايد مضر العروة المعروف، سايكلوسبورين والتاكروليموس من مثبطات المناعة المعروفة اللي بتستخدم بزرع الكلية، البيرازيناميد والإيثامبيتون من أدوية السل المعروفة ترفع حمض البول. الأسبرين هون بجرعات منخفضة ممكن يؤدي لنا ل يعني ارتفاع حمض البول، بالجرعات المرتفعة يعني الجرعات المسكنة للألم عادة ما بسبب ارتفاع حمض البول. نياسين خافض الشحوم المعروف، الوارفارين المميع المعروف، ليفودوبال دواء بنستخدمه بداء باركنسون، والثيوفيلين الموسع القصبي المعروف عند مرضى الربو. إذا هاي الأدوية بشكل عام الأدوية الشائعة الاستخدام ويعني معروف إنه تسبب ارتفاع حمض البول. الله بالنسبة للحمية، الحمية الغنية بحمض البول على الرغم انه هي يعني تعتبر محرضه يعني، لكن ما بت يعني ما بنحسن عدة عوامل اساسيه لكن عوامل مساعده. تناول الكحول بكافه انواعه يعني سواء مثلا بيره او خمر او تكيله او فودكا او يعني الانواع الكحول المعروفه، تناول اللحوم الحمراء الكبد والكليه خاصه يعني اللحوم الغنم، لذلك سموه بعض الأحيان سموه هذا المرض بداء الملوك، لكن في بعض البقوليات أيضا ممكن تسبب الخبز الخميرة بالخبز، تناول طعام البحر وخاصة المحار والسردين، يعني مثل ما معروف السردين يعني مأكولات شائعة الاستخدام يعني ببلادنا، أما المحار ما كتير مستخدم يعني يكون بلاد بحرية شوي. الشيء اللي عم يصير بالنقرس هو عبارة عن استجابة التهابية بالفيزيولوجيا المرضية، بتتوضح هاي البلورات حمض البول بالمسافة المفصلية، خاصة المرضى اللي عندهم ارتفاع بحمض البول بالدم، فبيروح يعني نتيجة ارتفاعه بتروح بتاجر البلورات للمفاصل. ما ضروري أثناء يعني أثناء الهجمة الحادة ممكن نشوف بلورات حمض البول، أحيانا أثناء الفترات اللي بدون نواب أحيانا ما ضروري نشوف بلورات حمض البول. طبعا حمض البول بينتج من تدرج البورينات وسط الاكزانتين اوكسيداز والاكزانتين ديهيدروجيناز. القيم الطبيعيه لحمض البول عند النساء تحت عند الرجال تحت 6 ونص، وعند النساء قبل سن الضهي تحت 6. طبعا بعد سن الياس عند النساء بتصير مستوياتهم مشابهه للرجال بسبب تاثيرات الاستروجينيه اللي نقصها بيؤدي لاضرار حمض البول. ثلث اطراح حمض البول بيتم عبر الكليه وجزء بسيط بيتم اطراحه عبر السبيل الهضمي. النقرس تظاهر السريري له بشكل شائع هو عباره عن التهاب مفصل وحيد، التهاب مفصل وحيد وحاد يعني بيجي بشكل مفاجئ ومفصل واحد فقط. لما بصير مزمن بصير بعده مفاصل، اذا الهجمه الاولى عاده الهجمه البدئيه بتكون مفاجئه واشع مفصل بينصاب باكثر من 60% من الحالات بسموه البوديكرا، المفصل المشطي السلامي الأول للأصبع القدم الـ MTB 1. طبعا ممكن ينصاب أكثر مفصل ب 20% من الحالات لكن يعني غير متناظر، إذا انصاب بنصيب الركبة مثلا الكاحل الرسغ الـ BIB والـ DIB من البداية، لكن هذا يعني نادر هذا الموضوع. النقرس نادرا ما يصيب العمود الفقري، نادرا ما يصيب الكتفين، نادرا ما يصيب
الوركين. اول حدثيه التهابيه اللي بتصير بمفصل وحيد عاده بتتم بالليل او مع الصباح الباكر، يكون الم شديد جدا بيوقظ المريض من النوم، المفصل بيصير ساخن احمر متورم ممض، بيشبه كثير التهاب النسيج الخلالي، وبيصير المريض بيعرج على اجره او ما بيقدر يدوس على اجره، بيصير عنده عجز حركي، احيانا حراره خفيفه. ممكن تحرض نوبة بالنقرس عاده بعد الجراحه بعد الرضوض، جهد غير اعتيادي مريض مارس رياضه، اكل وجبه غنيه بالبورين من المأكولات اللي حكيناها مثل مأكولات البحر، الخميره، اللحم الاحمر، ويعني المأكولات الغنيه بالفركتوز، او تناول دواء من الادويه اللي متهمه بتحريض حمض البول، او صار عنده تجفاف، او اي مرض حاد يعني، او حالات الشده النفسيه. عاده نوبه النقرس الحاده ممكن تزول لحالها خلال 3 أيام ل يعني اسبوعين، وممكن تترك يعني مكان يعني الاحمرار والسخونه اللي صار تقشر في الجلد. 70 ل 80% بينصابوا بنوبه اخرى خلال 2 سنين. الهجمات الناكسه بتكون عاده اشد، بتميل لانه تكون متعدده المفاصل. واذا تركنا هاي المرض دون علاج بالهجمات الناكسه بيتحول لالتهاب مفصل نقرسي مزمن خلال 12 سنه تقريبا، او ممكن يوصل بين ال 45 سنه يتحول لنقرس مزمن. اذا التكرار موجود والازمان ايضا موجود في حال عدم المعالجه. فالنقرس يعني القصه الاعتياديه تبعيته بتمر بثلاث مراحل رئيسيه. اول شيء ارتفاع حمض البول لا عرضي ممكن يستمر لسنوات، ممكن بعدها يتحول لنقرس حاد حاده، احيانا بتتكرر هي الهجمه مع فترات يعني حره او بدون اعراض، بعدين تزداد هجمات التواتر هجمات النقرس حتى يتحول لنقرس مزمن. طبعا نقرس مزمن نادر الحدوث، لازم ما نشوفه يعني التطور الحاصل في علاج النقرس، وهذا شيء بسيط يعني علاجه، فلازم ما نشوف نقرس مزمن. فيعني بين الحين والاخر بنشوف نقرس مزمن مريض مهمل، هو مهمل لصحته ومهمل لاخذه للدواء، لكن اذا تحول مريض لنقرس مزمن هذا بصير الالم مستمر، بصير عنده يعني فترات خاليه من النوب، بيصاب عدة مفاصل، كان عنده مفصل واحد بصير صاب عدة مفاصل، وخاصة المفاصل الصغيرة مثلا مفاصل الإيدين، تتشوه المفاصل، تتخرب المفاصل أيضا، بصير عندنا عجز وظيفي واضح. ونشوف بالنقرس المزمن التوفات وجودها بدل على يعني النقرس المزمن اللي هي عبارة عن توضعات من حمض البول. هذه هجمة حادة للنقرس بالام تي بي، المفصل الصناعي السلامي صناعي السلامي الاول في القدم، هذا كمان نشيح احمرار زج السينه بتكون ساخنه. التوفات هي عباره عن ترسبات حمض البول بالنسيج الضم، طبعا عاده تحدث بعد 10 سنوات يعني بالنقرس المزمن، عباره عن كتل مثل ما شايفينها هنا على الاذن، بيضاء مصفره مليئه ببلورات حمض البول، تتراوح قطره من عده مليمترات لعدد سنتيمترات، طبعا بتوضع تحت الجلد عاده باصبع القدم الكبير المرفق، رسغين اصابع اليدين الام سي بي، حتى ممكن نشوفه على صور الاذنين مثل هي الصوره، بنشوفه بالقدمين وترقاشيل والركبتين، وفي حالات حتى يعني وصفوا انه بيتوضع بالعظام والعين والاعضاء الاخرى. طبعا اذا بزلناها هي التوفه ممكن نشوف بلورات حمض البول ضمنها. بتتطور التوفات عند النساء بشكل خاص بمفاصل متاذيه سابقا، خاصه عقد هيبردين وفي وسادات الاصابع. طبعا التوف ممكن تكون مؤلمه، بتتشوه احيانا، بتخرب المفصل تحتها، ممكن تضغط الاعصاب خاصه اذا كبيره، واحيانا بتتقرح وبتأنتم، وبتكون كثير صعب معالجتها لانه هي غير موعات. هي مثلا يدين على البي اي بي على الام سي بي هون على الدي اي بي، هي توفات النقرس متعدده بكل محل على المرفقين على الرسغين على الام تي على الام سي بي سي ام سي الاول، هي توفات متعدده مشوهة مخربة. بالنسبة للنقرس ممكن يصيب الكلى، ممكن تجي الإصابة بشكل اعتلال الكلية النقرسي أو ما يسمى اعتلال الكلية بالبلورات، البلورات حمض البول تترسب في الكلية، ممكن تسبب لنا النقرس حصيات حمض البول طبعا في 25% من الحالات، قال حتى حصيات الكالسيوم ممكن تزداد عن مرضى النقرس اللي من يعني اللي عندهم في البول، يعني مو بس حصيات حمض البول، حصيات الكالسيوم ايضا. مع الازمان النقرس كونه عمليه التهابيه مزمنه ممكن يتحول لداء نشواني ويصيب الكليه،
ده النشوان. طبعا يعني نحكي بعد لاحقا على العلاج النقرس، بس بشكل عام ارتفاع حمض البول لا يعالج ولا تستطاب المعالجه للوقايه من اعتلال الكليه النقرسي. يعني انه والله مشان ما تنصاب الكليه بالنقرس بدنا علاج وقائي لارتفاع حمض البول، راح نشوف هذا الموضوع. شو مشخص النقرس؟ تشخيص النقرس الاساسي هو يعني تشخيص المعيار الذهبي هو انه نبذل السائل المفصلي، نبذل التوفه، بنشوف باللورات حمض البول اللي شكلها مثل الابره لونها اصفر، عاده سلبيه الانكسار الضوء على المجهر المستقطب، نيجاتيف بيرفينجند نيدل شيب، يعني سلبيه الانكسار على المجهر الالكتروني وشكلها مثل الابره كما احنا شايفينها. البلورات اذا شفناها ضمن الخلايا المعتدله بالسائل المفصلي تعرف النقرس الحاد، بينما اذا شفناها خارج الخلايا المعتدله تاكد لنا انه هو نقرس مزمن. ممكن نشوف حتى البلورات خارج النوبه، مو ضروري يعني بس بالنوبه نشوفها. اذا بذلنا المفصل عدد كريات البيض ممكن تكون فوق ال 2000، وبين ال 20000 وال 100000 ممكن توصل. طبعا هون يعني 100000 رقم كبير، لازم ننفي الانتان، لذلك لازم نعمل صبغه جرام وزرع، خاصه انه اعراض النقرس احيانا ممكن تتشابه مع التهاب مفصل الانتاني، مثلا اذا مفصل وحيد فتشخيص تفريقي له التهاب مفصل الانتاني والنقرس. مخبريا سرعه التسفل السي ار بي ممكن ترتفع لكنه غير نوعيه، يعني ممكن ما ترتفع. مستوى حمض البول المصلي ما ضروري دائما يكون مرتفع، ما له اي قيمه تشخيصيه، ممكن يكون طبيعي ممكن يكون مرتفع الهجمات الحاده، عاده ممكن يكون فوق السبعه بمعظم الحالات، لكن ممكن يكون طبيعي وحتى منخفض يسموها سلبيه كاذبه. اذا مستوى حمض البول ما له اي قيمه تشخيصيه وما بيستبعد وجوده طبيعي، ما بيستبعد النقرس. وحتى انه ارتفاع مستوى حمض البول لحاله بدون اعراض وصفيه للنقرس ما بتشخص لنا النقرس، لذلك لازم يكون عندنا اعراض وصفيه زائد ارتفاع حمض البول، او اعراض وصفيه بدون حتى ارتفاع حمض البول. طبعا مستوى حمض البول بفيدنا بالمراقبه، مراقبه المعالجه، اذا ما بفيدنا كثير بالتشخيص لازم، لكن بفيدنا بالمراقبه فعاليه العلاجات. شعاعيا طبعا النقرس الحاد عاده بيكون طبيعي، مع تقدم المرض ونكس المرض المتعدد وخاصه بالاصابات المزمنه تظهر تغيرات شعاعيه ممكن تشبه شوي التهاب المفاصل الصياني، ممكن احيانا نشوف انصباب مفصلي، ممكن نشوف تاكلات بشكل مثقبه يسموها افات عضله الجرز او بانشد اوت ليجنز، ممكن تخرب المفاصل، ممكن يصير تكلسات تاكليه، ممكن نشوف حواف وتدليه من العظم، يعني ممكن بشكل مناقير. المميز لها ما في تضيق المسافه المفصليه اللي بنشوفه بالتنكس، وما في نقص التمعدل حول المفصل اللي بنشوفه بالروماتويد ارثرايتس. هلا حديثا الايكوغرافي ممكن يساعدنا باظهار بلورات النقرس على سطح الغضروف المفصلي بشكل علامه الكونتور المزدوج، هلا رح نشوفها. وحديثا عم يستخدموا الطبق المحوري مزدوج الطاقه. هي العلامات الشعاعيه للنقرس المزمن، اتمنى شايفين هون في تخرب بالمفاصل، في تاكلات بشكل عضات المسقب، في فات، هي اللي شايفينها هيك بشكل ابيض، هي تعتبر توفات. هدول الافات الثاقبه اللي عم تظهر هون باللون السهم الازرق. في عندنا الحواف المتصلبه باللون الاصفر، هدول ما احنا شايفينهم. يعني اذا طلعنا هيك بشكل عام على المسافه المفصليه فرح نلاقيها انه لساتها طبيعيه، لساتها طبيعيه، فبالتالي يعني هذا بيميز النقرس. الافات الثاقبه، الاتكالات، تخرب، هذول كمان عندنا التوفات، كل شيء باللون الاحمر، السم الحمراء، هذول التوفات. هي كمان يعني تخرب مفصل كبير جدا، هذول التوفات. هون في عندنا تاكلات والحواف الحاده بالشكل هذا الغريب. هي نوع بنقرس بالام تي بي الاول، انا شايفين مسافه مفصليه طبيعيه، هون في عندنا افه عضة المسقب، او عفوا الافات المثقبه، عضة الجرس. هي كمان هون عندنا نوبة نقرس حادة، في شوية تخرب في المفصل، ايضا هون في عندنا عضة. هذا على الايكو المفصل المشط السلامي الاول، عم نشوف علامة الكونتور المزدوج، هي بلورة حمض البول، عبارة عن
يعني شكل الكونتور المزدوج. بالنسبة للطبق المزدوج الطاقة، نعرف الطبق بيعطي إشعة واحدة، بس في بعض الطبقيات تعطي إشعة من طرفين. في بدل تيوب الواحد في عنا تيوبين أنبوبين بالطبقي. صورنا يعني الأعضاء الجسم وخاصة الهيكلية في شكل ثلاثي الأبعاد. فهون هذا اللون الأخضر هو عبارة عن ترسبات المقرص، اللورات المقرص بشكل واضح. يعني هذا من الوسائل الحديثة جدا. بالنسبة لمعالجة المقرص، بعد الهجمة الأولية لازم نسقف المريض حول ضرورة خفض وزنه ومنع تناول الكحول، لأنه تعتبر يعني من المحرضات المهمة الكحول. والحمية أساسية بعلاج المقرص، لازم يمتنع المريض عن الأكلات معينة ويعني يزيد تناول أكلات معينة. يمتنع الأكلات الغنية بالبورين مثل مثلا اللحوم الحمراء، الكبد والكلية، منتجات الخميرة. ممنوع تناول طعام البحر، محار، سردين. ممنوع تناول الأطعمة الغنية بالفركتوز مثل المشروبات الغازية، مشروب الطاقة المعروف، عصير الفواكه، كلهم هدول فيهم فركتوز زائد ممكن يتحول لحمض البول. ننصح المريض أنه يزيد تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين سي، الكرز الحامض، حاليا موسم الكرز، كرز الحامض بالذات، أو الحلو ممكن يعني ينقص لنا حمض البول، طارح لحمض البول، منتجات اللبن منخفض الدسم ممكن تنقص لنا مستوى حمض البول، بس لازم دائما لبن منخفض الدسم. هلا في بعض يعني الأغنية الأطعمة الغنية بالبورين، لكن ما لا مانع من استخدام المعتدل مثل مثلا الفطر، القرنبيط، الفاصوليا، البازيلا، السبانخ. البروتينات النباتية عادة ما بتترافق مع زيادة خطر الإصابة بالمقرص، فقط الحيوانية يعني أكثر شيء. طبعا لازم ما ننسى أنه نرجع نقيم أدوية المريض اللي ممكن هي تسبب لنا ارتفاع حمض البول. مثلا مريض ونحاول نوجد بدائل له، مثلا مريض بتناول نياسين لارتفاع الكوليسترول ممكن نعطيه دواء ثاني مثل ستاتين، مدرات مثلا سيازيدين من حولها لمدرات أخرى، أو نستخدم أدوية ضغط أخرى. الأسبرين جرعات منخفضة ممكن عادة استخدامه عند مرضى الداء الشرايين الإكليلي إذا كان خطورة عالية، بس إذا ما كانت خطورة عالية ممكن نستبدله بالكلوبيدوغريل مثلا. هلا في بعض الأدوية مفيدة للاستخدام عن مرضى المقرص، مثلا بتزيد لنا أطراح حمض البول، يعني تخفيضه لحمض البول، مثل مثلا لوزرتام بيطرح حمض البول، ستاتينات، فينوفيبرات من أدوية الشحوم، والأملودوبين أيضا. تناول فيتامين سي ممكن بشكل يومي 500 ملي جرام يمكننا من تخفيض حمض البول، او المريض ياكل ليمون وبرتقال مثلا. لازم ننفي الامراض يعني المجاوره والمرافقه عند المرضى هذول المقرص، لانه ممكن تتداخل مع العلاج مثل مثلا قصور كلوي، قصور الدرق. معالجه المقرص ثلاث عناصر اساسيه: الهجمه الحاده، الوقايه من الهجمات للمستقبل، والخافض حمض البول. معالجه الهجمه الحاده عباره عن راحه، رفع الساق، تطبيق الثلج على المفاصل المصابة 30 دقيقة 4 مرات في اليوم لمدة أسبوع تقريبا. الهجمة الحادة ممكن نعالجها، ممكن تزول بدون علاج خلال أيام حتى أسابيع، مثل ما أنه ممكن أسبوعين، وممكن تتحسن بسرعة أكبر. ليش يضل المريض عم يتألم أسبوعين مثلا ونتركه بدون علاج؟ ممكن نعطي المحسن بسرعة أكبر من يعني الأدوية مثلا مثل المضادات التيابغة استرويدية، استرويدات فموية أو جهازية أو الكولشيسين. طبعاً ممكن حتى نحفظ ضمن مفصل كورتيزون ريمسنون إذا كان عدد المفاصل المصابة أقل من 5 والمرضى ما بتحملوا الأدوية الفموية. مضادات التيابغة الاسترويدية مثل الإندوميتاسين ممكن نبدأ فيها خلال 48 ساعة من بدء التظاهر ونستمر فيها لبعد 2 إلى 3 أيام من زوال الأعراض. المدة الكاملة حوالي 5 إلى 7 أيام. ممكن نستخدم استرويدات أحياناً فموية مثل بريدنزولون نصف ملي جرام على الكيلو لمدة 17 أيام. وأحياناً يعني لما نسحب الكورتيزون بتصير عندنا هجمة مرتدة، لذلك يفضل دائماً استخدام معه دواء ثاني كولشيسين لما نسحبه. بس الكورتيزون ننتبه أنه لازم ننفي التهاب مفصل القيحي قبل البدء بالعلاج. كولشيسين أيضاً لازم نبدأ فيه خلال 36 ساعة. الجرعة الأولى بتكون تحميل 1.2 ملي جرام في اليوم الأول، بعدها يعني ساعة ممكن نستخدم 0.6 ملي جرام. جرعة وقائية مرة أو مرتين يوميا لمدة 5 أيام، ممكن نضيف عليها الإنسيتس. المضادات التيابغة الاسترويدية هم الهجمة الحادة نستخدمها للصغار بالسن تحت 60 سنة. هلا إذا مريض كبير بالعمر
يعني الافضل ما نستخدم مضاد التهاب الثيرويديه مشان ما يصير في عندنا قصور كلوي، لانه هدول الاصل ان بيكون مشكله في عندهم بالتصفيه الكلويه بسبب العمر، فبنحط لهم ادويه سامه للكليه فبتاثر مثل مضادات التهاب الثيرويديه. طبعا يعني بشكل عام بفضل استرويد غير استرويدات غير مضادات التهاب الثيرويديه. والكورتيسون في حالات مثل مثلا مرضى عندهم انتان، عندهم عدم تحمل الاسترويدات من قبل، عندهم سكري غير مضبوط، دائما السكر عندهم مرتفع، حوالية الجراحة يعني مخاف مثلا من مريض ياخذ كورتيزون يتأخر اندمال الجروح عنده او الندوب، المرضى اللي عندهم هجمات متكررة مشان ما نعطي كورتيزون لفترات كبيرة يعني ممكن نعطي الانسيتس والكولشيسين. استرويدات بشكل عام مناسبة خاصة عند المسنين اللي ما بيستطيعوا تناول الانسيتس او الكولشيسين، مرضى قصور كلوي كمان مناسب عندهم. عم تناول مضادات تخثر ما بنستخدم انسيتس مع مضاد تخثر مثلا وارفرين، ومرضى القرحة الهضمية اللي مضاد استطلاع نعطيهم مضاد التهاب غير الاسترويديين. طيب الفائدة هون يعني عالجنا الهجمة الحادة. هلا مريض معند ما عم يستفيد على الكولشيسين استرويدات مضادات التهاب الاسترويدية، ممكن نعطي أدوية مضادات انترلوكين واحد هي يعني بنعتبرها من أدوية الخط الثاني، يعني ما بنستخدمها فورا لأنه اكسبنسيف باهظة الثمن، مثل لاكينرا 100 سبكوتينيوس تحت الجلد يوميا، كينوكوماب 150 ملي جرام تحت الجلد أيضا، طبعا بترافق مع زيادة الإنتانات. ممكن يصير عندنا هجمات مستقبلا، لذلك الوقاية من الهجمات دائما يفضل استخدام الكورتيسون والإنسيتس أو استرويدات جرعات منخفضة دائما للوقاية للهجمات، حتى يعني نستمر بالمعالجه لمده 6 اشهر، اذا ما في توفات بنوقفه بعد 3 اشهر من الوصول للهدف، اذا في توفات بنوقفه بعد 6 اشهر من الوصول للهدف. الهدف الله راح نشوفه. ممكن نعطي جرعات خفيفه من كورتيسين مثلا نص ملي جرام باليوم، ممكن نعطي اندوميتازين 25 ملي جرام باليوم، او برينيزولون 5 ل 10 ملي جرام باليوم. بالنسبه للكولشيسين هو عباره عن ماده قلوانيه نباتيه بيؤدي لتعطيل وظائف الخلية مثل يعني الخلايا المحببة اللي بتتحرك عادة تهاجر نحو المفصل، فهذا الكورتيسون بيحد من حركة الخلايا فبيخف الالتهاب، صبط البلعمة لحمض البول من قبل العدلات. طبعا الكولشيسين يعني دواء معروف بنستخدمه بعدة أمراض، يعني هون استخدمناه مثلا عندنا بمعالجة النقرس وحتى الوقاية، ممكن نستخدمه بحبل المحلول الأبيض المتوسط، ممكن نستخدمه بالتهاب التامور الحاد. الكولشيسين ممكن من تأثيراته المهمة الغثيان والإقياء، الإسهال عادة، الألم البطني اللي ممكن أحيانا بيقيد أعطائه، إذا أعطيناه لفترة طويلة ممكن يسبب لنا اعتلال عضلي وفقر دم لا مصنع من ندرة المحببات، ما بيصير بالحمل استخدامه بسبب انعطاف انعدام بالنطاف، ولكن بيكون عند الذكور طبعا، ولكن بيكون هذا الانعدام بالنطاف عكوس، يعني اذا وقفنا الدواء بيرجع. ما بس يعني يفضل عدم استخدامه عند مرضى قصور كلية او تعديله، مثلا عند المسنين تخفيض الجرعة الى نصف، ممكن مرضى الكبد الكلية القلب والاوعية، ما بصير نستخدمه عند مرضى يعني مع المشاركات مثل مثلا سايكلوسبورين، الاريثروميسين، كيتوكونازول، اتراكونازول، دلتيازم، وفيرابامين، هذول يعني ممكن يعني ياثروا على الدواء. يمنع تناوله مع عصير الجريفون، كمان هي معلومه مهمه. جرعته يعني فمويه، ما في جرعه وريديه او ما في شكل وريدي، انسحب من الاسواق بسبب تصفيط مخي شديد جدا. ممكن مثل ما قلنا انه ممكن نعطيه مره واحده او مرتين 0.5 او 0.6 المره الواحده بالقصور الكلوي او القصور الكبد. طبعا هلا هيك عالجنا الالتهاب، بدنا نعالج ارتفاع حمض البول. ما كل المرضى يعني بيستطب عندهم ارتفاع حمض البول، بس مرضى النقرس المزمن التوفي، مرضى القصور الكليه اللي عنده ارتفاع حمض البول مرحله اكثر من 3-2 مثل الحالات المتوسطه، المرضى عندهم حصيات حمض البول او حصيات كالسيوم كلويه، المرضى عندهم هجمات نقرس متكرره عاده اكثر من مرتين بالسنه. طبعا بالهجمه الحاده يفضل عدم استخدامهم لخافضات حمض البول،
لأنه أحيانا بيطولوا النوبة، لأنه بصير بينقص حمض البول بالدم وبيهاجر نحو الإبهام أو يعني عن المفصل الملتهب. إذا كان المريض موضوع عليه من قبل فلا مشكلة من يعني إبقاؤه عليه، لكن إذا كان أول مرة هجمة حادة لا يفضل عدم البدء فيها. طبعا مدة العلاج بخفضات حمض البول مدى الحياة، الأمد غير محدد. من الأخطاء الشائعة أنه بيوقف المرضى المعالجة لما بيصير مستوى حمض البول طبيعي، هذا بيؤهب لحدوث هجمات أخرى. يعني أيضا إيقاف تناول خفضات حمض البول ممكن يؤهب لحدوث هجمات أخرى. هدفنا بعلاج ارتفاع حمض البول عن مرضى النقرس الحاد المتكرر الناكس هو خفض المستوى البولي حمض البول ومنع تطور المرض نحو النقرس المزمن. هدفنا أنه يصير حمض البول تحت الستة بدون توفات وتحت الخمسة مع وجود التوفات. يعني وجود التوفات جعلنا نكون أكثر صرامة في يعني المعالجة. ارتفاع حمض البول اللي ما فيه أعراض ما بحاجة للعلاج. إذا كمان قلنا إنه حتى يعني ارتفاع حمض البول ممكن يتربط مع السكر والضغط مرضى قصور الكلية، لذلك أحيانا بتشوفوا مستوى الوفيات مرتفعة المرضى اللي عندهم زيادة حمض البول، إن الارتفاع سببه الأمراض القلب والأوعية. وما في أي استطباب حاليا للمعالجة إيقاف يعني حمض البول عند هدول المرضى إذا كان لا عرض. يعني في حالة واحدة بنستخدم فيها ارتفاع يعني خفضات حمض البول بشكل وقائي المرضى اللا عرضيين، اللي هي مثلا مرضى عم ياخذوا اجراءات كيماوية ومتوقعين يصير عندهم انحلال ورمي. يعني مثلا مين اكثر شيء بيصير عندهم انحلال ورمي؟ اللي بيكون مثلا عندهم جرعات كثيرة او ضخمة او يعني قوية، فبتدمر الخلايا بشكل كبير جدا وبتسبب لنا احيانا يعني انحلال عضلي، وهذا الانحلال العضلي بيحرض ارتفاع حمض البول. فهون المعالجة وقائية قبل ما حدوث الانحلال الورمي، ورمي وليس عضلي. شو هن خافضات حمض البول؟ في عنا ثلاث أنواع من معالجات الخافضة حمض البول. أول شيء مثبطات الإكزانتين أوكسيداز اللي هي أشيعون اللي بتخفض إنتاج حمض البول، لأنه إكزانتين أوكسيداز هو الإنزيم بيثبط إنتاج حمض البول، فمثبطه فبيزيد إنتاج حمض البول. المثال علي الألوبرينول وزميله الفيبوكسيتات. هلا شو الفرق بيناتهم؟ ممكن نستخدم طارحات حمض البول اللي بتنقص عودة امتصاص حمض البول فبينطرح في البول، مثل روبنسيد ولي إزنو رايد. طبعا في أدوية اسمها مذيبات حمض البول بيجلوتيكاز، هيدي يعني أدوية جديدة. الألوبرينول هو الخط الأول بعلاج النقرس، بينقصنا إنتاج الحمض البول من خلال تثبيط الإكزانتين أوكسيداز. جرعته البدئية 100 ملي جرام كل أسبوعين أربع أسابيع، يعني كل شهر تقريبا ممكن نزيد 100 ملي جرام حتى نوصل للهدف تحت اللي هو تحت الستة بدون توفات، تحت الخمسة مع التوفات. ممكن نوصل يعني بحالات نادرة جرعات كبيرة كتير توصل 800 ملي جرام باليوم الواحد. طبعا بالقصور الكلوي ممكن الجرعة البدئية تكون 50 وليس 100، والزيادة بدل ما نزيد كل مرة 100 نزيد 50، هي بالقصور الكلوي. المشكلة بالألوبرينول هو تأثيره الجانبي المهم اللي هو الحساسية القاتلة، فرط الحساسية اللي ممكن توصل لدريس سيندروم، طفح، حرارة، فرط حميضات، التهاب كلي حاد، حتى يؤدي للموت. ما هو ضروري الألوبرينول يعني وقت ما ندخله يصير عندنا حساسية، ممكن بعد سنة، بعد أشهر، بعد سنوات من معالجة طويلة الأمد. ولما بصير عندنا حساسية لازم نوقف الدواء. طبعا في مرضى بالذات عندهم هاي الحساسية هن من شعوب يعني عالية الخطورة مثل سكان الصين، تايوان، كوريا، يكون عندهم يعني تحليل HLA عندهم 5801. إذا كانوا إيجابيين لهذا HLA 5801 فيجب عدم استخدام الألوبرينول عندهم لأنه بيزداد الحساسية عندهم. بالنسبة للتداخلات الدوائية مع الألوبرينول، يعني بيتداخلوا مع دوائين رئيسيات هم الأزاثيوبرين والسايكلوسبورين. هدول مشكلة الألوبرينول إنه بيزيد من تأثيرهم، فبالتالي هدول بيصير عندهم تثبيط مناعة هدول المرضى. انتبه انه ما بصنشاركم لا ازاثيوبرين ولا سيكلوسبورين.
محافظات حمض البول ان الخط الاول هو الالوبرينول، ممكن نستخدم الفيبوكسيتات نفس الآلية التأثير اللي هو بصبت الزانتين أوكسيداز وبيعتبر أقوى منه وما بيسبب ارتكاز تحسسي اللي بنخاف منه، لكن طبعا غالي الثمن. لكن أنت بنستخدمه مع أنه غالي الثمن، نستخدمه كبديل عن الألوبرينول إذا واحد ما تحمله وتحسس منه. المرضى اللي عندهم قصور كلوي مزمن يفضل استخدام الفيبوكسيتات. طبعا الفيبوكسيتات مضاد استطباء عن مرضى قصور القلب، ما بتشارك مع الألوبرينول. البروبنسيد بيزيد من تصفيه حمض البول عبر تصفيه عوده امتصاصه من المبيض القريب. طبعا يعني هذا ما نادر ما يستخدم، لكن ممكن نستخدمه اذا ما وصلنا للهدف بالالوبرينول. طبعا ما بيكون فعال اذا في عندنا قصور كلوي كرياتين فوق 2 ملغ، اذا في عندنا حصيات حمض البول الكلويه ايضا ضغط استطباب، لانه انت عم تطرح حمض البول في البول فبصير في عندنا حصيات كلويه. أما البيجلوتيكاز الوريدي اللي بيحول حمض البول لمركب ذواب، يعني بيحله تماماً لحمض البول في الدم، نستطبه بالنقرس الشديد الناكس، النقرس التوفي المزمن، أو لما تفشل علاجات خافضات حمض البول ممكن نلجأ له، أو كون مثلاً الأدوية هي خافضات حمض البول أخرى غير متحملة. طبعاً هذا تسريب وريدي نسربه كل أسبوعين، نضل نسرب لنخفض مستوى حمض البول للصفر. طبعا للاسف انه بيصير له الضاد هذا يعني بالجسم بنص الحالات خلال شهر وبيصبح عديم الفائده، لذلك ما بنستخدمه اكثر من شهر. اذا هذا مخطط علاج النقرس، اول شيء بنبدا بالالوبرينول وبنضل نزيد كل اسبوعين مقدار 100 ملغ للوصول للهدف اللي هو مستوى حمض البول تحت السبعه، تحت السته عند المرضى بدون توفات، تحت الخمسه عند المرضى بالتوفات. اذا ما وصلنا للهدف بنضيف البروبنسيد اللي هن طارحات حمض البول. إذا وصلنا الهدف نتأكد من الخطورة القلبية، إذا كانت مرتفعة فيفضل تجنب الفيبوكسيتات، إذا كانت منخفضة الخطورة القلبية فنبلش بالفيبوكسيتات كدواء مضاف. إذا وصلنا الهدف عم ياخذ مريض مثلا ألوبرينول، عم ياخذ فيبوكسيتات، وعم ياخذ البروبنسيد، فممكن يعني نعالج حسب كل حالة لحالة أو نستمر في المعالجة. ننتقل للنقرس الكاذب. النقرس الكاذب هو عبارة عن ترسب لورات بيروفوسفات الكالسيوم ديهيدرات، ترسب نسيج ضام، هو مرض المسنين احفظوها، ذاك مرض المتوسط أعمار متوسطة النقرس العادي. أما النقرس الكاذب مرض المسنين اللي عمره عادة فوق ال 55 سنة. إذا شفتوا نقرس كاذب على المريض تحت ال 55 سنة لازم تستدعوا الشك بالسبب الوراثي المرافق لأمراض الاستقلابية عند مرضى النقرس الكاذب. النقرس الكاذب بشكل عام ممكن يكون مجهول سبب، أهم عوامل الخطورة هو العمر المتقدم والتنكسي، لا الجنس ولا البدنة يعتبروا عاملين خطر لخطورة للنقرس الكاذب على عكس التنكسي. ممكن النقرس الكاذب يتحرض برض، ممكن يكون في عندنا استعداد وراثي اللي بيظهر لون المرض بشكل مبكر عادة. ممكن يكون عندنا ثانوي مرافق لعدد من أمراض الاستقلابية بتبدأ بحرف الـ H، فرط نشاط جرات الدرق hyperparathyroidism، داء الصباغ الدموي hemochromatosis، نقص الفوسفات ونقص المغنيسيوم أيضا من الأسباب الثانوية. طبعا في ادله يعني في امراض اخرى ممكن ترافق النقرس الكاذب، لكن الادله عليه ما هي قويه كثير، فننتبه انه ممكن هون يعني يجينا المريض لكن ما ضروري يعني دائما يكون دليل قوي. ارتفاع الكلس بنقص اطراح الكلس العائلي، الرخد منخفض الفوسفات، داء ويلسون، ضخامه النهايات والتمغر. بشكل عام قصور الدرق ما بيسبب نقرس كاذب، لكن احيانا نحن بنبلش علاج بالهرمون غدد الدرقي تيروكسين عن مرضى عندهم بلورات بيروفوسفات كالسيوم، فبصير في عندنا نوبه يعني جديدة كاذبة. فالقصور الدرق بحد ذاته ما بي، لكن الدواء بيحرضنا أحيانا بيعجلنا في نوبة كاذبة عند مريض مؤهب. يعني الآلية الأمراضية ما هي مفهومة بشكل رئيسي، عبارة عن يعني ارتفاع مستويات الكالسيوم أو البيروفوسفات العضوية اللي تشكلت ظروف مناسبة تشكل باللورات. طبعا ممكن بسبب استقلاب كاذب للبيروفوسفات، لكن لما بصير في عندنا ارتفاع بالبلورات النقرس الكاذب بتتأهب تتفاعل السيتوكينات والعملية الالتهابية،
ايضا الموضوع حجم البلورات وشكلها، حمل البلوري ممكن يلعب دور في الاستجابه الالتهابيه. سريريا النقرس الكاذب ممكن يكون لا عرضي وينكشف بالصدفه، ونحن مثلا عم نصور مريض لمثلا مرض ثاني، واحد مريض مثلا وقعان حادث سياره، او مثلا ممكن يكون تنفسي، صورنا الركبه مثلا هو الاشياء اصابه، اطلع عنا علامات النقرس الكاذب الشعاعيه، يعني مريض لا عرضي، او ممكن ظاهر بشكل احتلال مفصل وحيد او مزمن. يعني النقرس الكاذب الحاد بتظهر ببدء مفاجئ، التهاب مفصل وحيد او قليل العدد، شديد احمرار تورم، يشبه كثير النقرس الحاد، يعني نوبه النقرس الكاذب احيانا ما تتميز عن النقرس العادي، شويه ارتفاع حراره، ارتفاع كليات بيض، ارتفاع سرعه التسفل، احيانا المرض الشديد الرد الجراحه ممكن، او احيانا تسريب الفايفوسفينات ممكن يحرض لنا نقرس كاذب، استئصال البريقات ممكن يحرض لنا نقرس كاذب، ممكن يصيب اي مفصل نقرس كاذب، لكن اشياء المفاصل بتصيب نقرس كاذب هي الركبه 50% من الحالات، ممكن تشوف المعصم، ممكن حتى الهجمات اللي تحت حاده تصيب اكثر من مفصل. كمان النقرس الكاذب ممكن يشفى بشكل تلقائي او عفوي خلال 17 ايام، وبيبقى بدون اعراض بين النوبات. ممكن النقرس الكاذب المزمن يقلد لنا امراض اخرى مثل التنكسي ومثل الارتاني، بسموه الداء التنكسي الكاذب، خاصة عند الإناث بيشكوا من آلام مفصلية مترقية مثل النداء التنكسي مع عجبات مشابهة للنقرس، وبصيب عدة مفاصل، لكن هاي المفاصل عادة غير شائعة في التنكسي، لذلك بنميزها عنها، مثل الرصين، الكتاف، الكاحلين، الإمسيبي، هدول ما شائعات الإصابة بالتنكسي. وممكن يشبه ويقلد الداء الأرثاني الكاذب بأقل من 5% من الحالات، بشكل التهاب مفاصل متناظر تعدد مع تظاهرات جهازية مثل اليبوسة، تعب، ممكن نشوف أزمة موضعية، تقفى، نقص مجال الحركة. طبعا شو مميز الرثاني عن النقرس الكاذب؟ بالمظهر الشعاعي المميز للاتكالات ونقص التمادن عن مرضى النقرس، عن مرضى أداء رثاني اللي ما بنشوفها بالنقرس المزمن. شو بنشخص النقرس الكاذب؟ غير القصة السريرية والفحص السريري بنشوف البلورات، وحتى ممكن نشوف دليل شعاعي. التشخيص مؤكد طبعا بذل المفصل، رؤيه هاي البلورات اللي بتاخذ شكل معين، لونها ازرق معين او المربع او المستطيل، بتكون ايجابيه الانكسار المضاعف. اذا مريض عمره تحت 50 سنه وعنده نقرس كاذب او التهاب مفاصل متعدد وشديد، لازم نتحرى عن الاسباب الثانويه للنقرس الكاذب مثل الكالسيوم، فوسفور، مغنيزيوم، هذول مشان انخفاض الفوسفور، انخفاض المغنيزيوم اللي ممكن يحرضه من النقرس الكاذب، فوسفاتيز قلويه، الفيريتين والحديد والساعه الرابطه مشان نشوف يعني وضع الهيموكروماتوزس، ده الصبغه الدمويه، تي اس اتش، قصور الدرق، الكرياتينين ايضا اذا نفي وجود قصور كلوي، ونبعث السائل الزليلي للزرع. الصوره الشعاعيه ممكن نشوف خطوط ظليله للاشعه بالمفاصل غضروفية، عبارة عن شيء اسمه تكلس غضروفي أو كوندروكالسينوزيز، ممكن نشوفه بهلالة الركبة، ممكن نشوفه بالرباط المثلثي، هون الهلالة واضح، الرباط المثلثي في الرسو، ارتفاق العانة، مفصل الحقي العصبي، مواقع ارتكاز الأوتار مثل الأشيل ورباعية الرؤوس، هذا الكوندروكالسينوزيز، تسلط غضروفي، هذا هو بين المفصلي الركبة. هذا ايضا شكل الشريط، وهيدا بالورك كمان ايضا بشكل الشريط. النقرس الكاذب بيشبه معالجه النقرس العادي، هجمه الحاده منه، ممكن نستخدم مضادات ستيرويديه او كولشيسين وحتى ستيرويدات الجهازيه، لكن ما في خافضات حمض البول لانه بالاصل ما في عندنا يعني ارتفاع بحمض البول. ممكن نعالج الامراض المرافقه وتحسن الاعراض المفصليه، مثل مثلا نعالج فرط تجاره الدرق، نعوض المغنيزيوم اذا ناقص، راحة، تطبيق الثلج، بذل المفصل عشان نريح المفصل، ممكن نحقن ستيرويدات ضمن المفصل خاصة إذا مفصل وحيد، فهي العلاج، ونحط المرضى يعني على يعني النوب المتكررة، بنحطهم على كولشيسين 0.6 ملي جرام مرة أو مرتين يوميا. إلى المفاصل بهيدروكسي أباتيت اللي هو بيروفوسفات أو
فلورات الكالسيوم الأحادية الأساسية يسمونه نقرس الكاذب الكاذب. مفاصل الهيدروكسيباتيت هي عبارة عن ترسب بلورات فوسفات الكالسيوم الأساسية يسموه بلورات هيدروكسيباتيت، ترسب بالمفاصل العضلات والأنسجة الرخوة، وأكثر شيء بنشوفها بأوتار العقب والأشرجة. المترافقات السريرية، متلازمات سريرية مترافقة مع بلورات الفوسفات كالسيوم الأساسية، ممكن التهاب حول المفصل التكلسي، اعتلال المفاصل بالبلورات الفوسفات كالسيوم الأساسية، التكلسات تحت الجلد وهالأنسجة الرخوة اللي بنشوفها بصائد الجلد، التهاب جلد وعضلات الذئبة الحمامية، بنشوف تكلسات مرضى قصور كلوي المزمن الموضوعين على الديال، حتى الأورام ممكن تتكلس. اعتلال المفاصل بلورات الفوسفات كالسيوم الأساسية ممكن يظهر بشكل التهاب مفصل، غشاء مفصلي حاد، اعتلال مفاصل مخرب مثل كتف ميلوكي رح نشوفها شوي، وتنكس المفاصل مع وجود بلورات. التهاب حول المفصل ما ضروري ينصاب مفصل، ينصاب حول المفصل مثل الأوتار اللي بتتكلس بسبب لنا التهاب أوتار تكلسي مزمن. الأجربة ممكن تترسب فيها بلورات فوسفات كالسيوم أساسية، حتى بصير عندنا التهاب حول المفصل، إذا إما المفصل انصاب أو حول المفصل بشكل تكلسات أو التهابية. التهاب المفاصل بالهيدروكسي أباتيت بتصيب غالبا النساء في منتصف العمر، اما التهاب حاد حول المفصل او التهاب اوتار تكلسي مزمن، هيك التظاهر الرئيسي. فممكن اكثر مفصل بينصاب هو الكتف، 50% من الحالات بيكون ثنائي الجانب، واغلب الاحيان بيكون اصابه الكتف على الجانب المهيمن من الجسم، اذا المريض يعني يمني بيكون بالايمن اكثر شيء. ممكن نشوفه باوتار الكف المدوره الوتر فوق الشوك، هدول اشياء شيء ممكن نشوفه بدون اعراض او اعراض مزمنه او حاده غير نوعيه. التكلس الطويل الأمد ممكن يؤدي إلى التهاب المحفظة اللاصق، أحيانا يؤدي إلى تمزق الأوتار، ممكن تأثر الأوتار حول المفصل أيضا في اليد والعظم المعصم البرك والركبة والقدم والرقبة. تشخيص المؤكد نبذل هذا المفصل ونحطه نظهره بشكل معجون الأسنان تحت المجهر العادي أو المستقطب، ممكن نشوف رؤية البلورات. طبعا يعني لأنه صغيرة الحجم أحيانا ما بنشوفه بالمجهر العادي المستقطب، ما بتنكسر، فقط المجهر الإلكتروني من لونه بتلوين أحمر يعني كتلي، هذا بسموه صبغة أليزارين، حتى تظهر لنا هيك بشكل صغير الحجم ومتكتلة يعني وما بتنكسر. الصورة الشعاعية بال يعني التهاب مفصل بهيدروكسي أباتيت ممكن نشوف تكلسات حول المفصل، ممكن تكون كثيفة وكروية، هذا مثلا تكلس حول المفصل أو مجزأ لا يعني بشكل لا عرضي أو بشكل مجزأ وصغير بالالتهاب الحاد. تدبير التهابات المفاصل الناجمة عن اعتلالات مفاصل هيدروكسي أباتيت، التهاب الأوتار التكلسي أو التهاب الأجربة بدون علاج فيزيائي، مضادات التهاب غير استرويدية، ممكن نحقن موضعيا استرويدات تعزز التكلس على المدى الطويل. تقنية باربوتيج اللي هو عبارة عن استخدام أبرة للبزل المتكرر، نبذل بشكل متكرر ونوصل التمزق التكلسي الموضعي، هذا بيؤدي إلى انحلال البلورات بشكل أكبر. ممكن نستخدم علاج أمواج عريض الصدى، عريض الطاقة خارج الجسم، أو علاج موجات تصفية منطقية. تنظير مهم جدا للمفاصل أو بالمنظار، طبعا الفتح أو المنظار إذا في عندنا تكلسات كبيرة كثير وشديدة الأعراض. التهاب مفصل حول المفصل الحاد، هذاك الأوتار هذا حول المفصل، كمان علاجه مضادات التهاب غير استرويدية، الدعم الأساسية إندوميتاسين مثلا، الكولشسين إذا حسنوا يعني دخلوه، وممكن حتى نبذل المفصل نحقن استرويدات، وهي الطريقة الأكثر ملائمة لتوفير الراحة. أخيرا كتف ميلوكي هو التهاب مفصل مخرب بيصيب المفصل الحقي العضدي، مفصل الكتف تقريبا، فقدان الكفة المدورة يعني بسبب ترسب بلورات بيروفوسفات كالسيوم، يعني نشوفه عند النساء المسنات عادة بيصيب الكتف ثنائي الجانب عادة أو حادي بالكتف المسيطرة وأحيانا ثنائي الجانب، ألم خفيف متقطع بسوء الاستخدام، بسوء عند الاستلقاء المريض على جانبه، يعني بيصير هو نايم بينام على هذا الطرف فبيوجعه كثير،
ممكن نشوف تقييد بالحركة، يعني ما في حركة أو فرط حركية لما يكون مفصل متخرب بشدة. ممكن نشوف انصباب مفصل كبير، وإذا بزلناه بيطلع مدمى، نشوف عدد الكريات اللي بيض فيها منخفضة. شعاعيا نشوف المفصل، يعني الكفة المدورة، نشوف كيسات مثلا هون حدثية ارتشافية، هذا الحدثية الالتهابية، وهنا هيك الأبيض هون الحدثية الارتشافية اللي نشوفها بمفصل حقي العضوي. معالجة كتف ميلوكي، إذا الأعراض خفيفة مسكنات مضادات الستيرويدية ممكن تفيدنا الحرارة الموضعية بالعلاج الفيزيائي. الانصباب إذا كان كبير بكتف ميلوكي لازم نبذله بشكل متكرر. نغسل المفصل بمحلول سائل محي، ممكن نحقن سترويدات بعده. نريح المفصل علاج فيزيائي عشان نحافظ على الحركة وتقوية العضلات. ممكن أحيانا نلجأ لتدخلات جراحية إذا كانت تغيرات تنكسية متقدمة. أخيرا هذا الجدول بيفرقنا بين اعتلالات مفاصل باللورات الثلاثة، النقرس الكاذب والنقرس والنقرس الكاذب الكاذب. النقرس العادي الحقيقي اللي بيصيب يعني بيكون فيه باللورات، النقرس الكاذب كاذب هيدروكسي أبراتيت أو باللورات فوسفات الأساسية. الشيوع عن النقرس الحقيقي عند الذكور المتوسطة العام، النقرس الكاذب والكاذب كاذب عند الإناث والذكور عند المسنين، لكن النقرس كاذب كاذب عند الإناث المسنين بشكل عام. أما النقرس الكاذب إناث وذكور مسنين. أشعة المفاصل الإصابة بالنقرس هو إبهام القدم، بالنقرس كاذب الركبة، بالنقرس كاذب كاذب الكتف. حجم البلورات بيكون النقرس كبير ونقرس كاذب كبير، لكن نقرس كاذب كاذب بيكون صغيرة كتير. شكل البلورات أبرة، يعني شكل أبرة بالنقرس، نقرس كاذب معين أو مربع أو مستطيل. النقرس الكاذب كاذب مدور وتظهر بشكل تجمعات. الانعكاس من الجانب المستقطب، النقرس سلبي الانكسار، نقرس كاذب إيجابي الانكسار، نقرس كاذب كاذب عديم الانكسار. وفقط بيتطلب تلوين معين الأليزيرين الأحمر بالنقرس الكاذب كاذب فقط. وهيك بنكون أنهينا محاضرتنا لهذا.